مساء السعادة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وبصحة كويسة. حلو ان انا اعمل حاجة في بيتي تكون من صنع ايديا، او ان انا لما ادي هدية اديها تكون من صنع ايديا انا اللي اعملها، بتبقى لها برضو كده اثر تاني غير ان انا بشتريها جاهزة. طبعا الهدية الجاهزة حلوة، بس ان انا بعملها بايديا بقعد احط فيها احساسي وبقعد احط فيها تفكيري بتبقى حلوة. اكيد انا بحب شغل الهاند ميد جدا، لان هو فن من انواع الفنون يعني، ويا ريت يعني نعلم كلنا اولادنا الفن ونعلمهم ازاي يستمتعوا بيه كمان، وكمان ازاي يعملوه. مش شرط عشان اتعلم الفن لازم اكون انا فنان واكون كده، انا ممكن اكون متذوق. انا هتكلم على الفن شوية، عشان الفن انا في رأيي يعني ان الفن بيلغي الهمجية، همجية البشر اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. كل حاجة بقى فيها همجية وفيها عنف وفيها ما بقاش كده في إثارة للنفس وفي تضحية وفي ان الناس تحب بعضها، ما بقاش في ده. اعتقد احنا لو دعمنا موضوع الفن شوية عند بالذات ولادنا، يعني ان احنا هنتخلص من حاجات كتير قوي، مش بس الفن، فن ورياضة. نرجع تاني نمارس الحاجات الجميلة ديت بحيث ان احنا نعود ولادنا عليها، ونخلي ولادنا ما يروحوش للطرق التانية اللي هما بيلجأوا لها دلوقتي، يعني ما يروحوش لطريق البلطجة وطريق العنف وطريق يا ريت احنا نبقى مجتمع كويس، ويا ريت ان احنا نتعلم ازاي نبقى كويسين، وكمان نعلم ولادنا. يا ريت يا ريت، ان فعلا اعتقد كتير مننا لما بيخرج ويرجع بيته بيقول الحمد لله انه هو رجع سليم، لان بجد بقت فيه كمية عنف وكمية حاجات كده مش كويسة جوه الناس. يعني انا بتهيألي العلاج هو بالفن، فن ورياضة بتهيألي. يعني طبعا الكلام اللي انا بقوله ده ملوش علاقة بموضوع الفيديو، بس الحقيقة أنا حبيت أبلغ رسالة، يعني علموا ولادكم الفن وعلموهم الذوق. بس كده، يلا نشوف بقى أنا هعمل ايه معاكم. أنا هنا اشتريت القلب دوت من المنشية، واشتريت الشكل الجميل ده، هنشوف هنعمل بيهم ايه. هجيب الأول خيط من دوت وابتدي اعمل كده، والزقها بالشكل ده، وقص كده بالشكل ده. بعدين اجيب خيش والزقها كده بالشكل ده. بعدين اقصها كده. انا عملت ورقة شجر، عملت واحدة كمان قدها كده تقريبا، بقيس المقاس اهو، وابتدي الزقها كده. تاني اهو، وبعدين الزق كده احلى حاجة ان احنا نعمل حاجة البيت بايدينا، ديكور جميل نحطه في بيتنا، او ان احنا نديه لحد من صحابنا هدية.
بتبقى لطيفة ان انا بعمل حاجة من ايديا، يعني صنع ايديا، وابتدي اقصها كده، واقص برضو حواليها كده بالشكل ده. بالشكل ده هنا كده انا حطيت الخيط على الخيش مرة واحدة، وابتدي اقصه. بالشكل ده حضرت الكمية اللي انا عايزاها. بعد كده ابتدي الزقهم كده بالشكل ده. كده كده بعد كده هجيب الشكل بتاعي اللي انا جايباه، الشكل دوت عروسة وعريس، وابتدي اثبته كده بالشكل دوت. انا عايزة اثبته هنا، واستنى عليه شوية لحد ما يثبت. بعد كده هجيب الورد دوت وابتدي اعمله حوالين القلب. بالشكل ده بعد كده اجيب فرع شجرة كده غصن، وابتدي اثبته بالشكل ده. بالشكل ده
دي برضو انا جبتها من نفس المحل، دي الدايرة، وجبت كلمة ويلكم ديت، ودي الحاجات دي بتنفع تتحط في مدخل البيت. الويلكم تقريبا كانت ب15 جنيه، مش فاكرة، او ب10، والطوق دوت كان ب20 جنيه اعتقد، مش فاكرة والله السعر، بس مش بيزيد عن كده يعني. خلاص هجيب خيش المساحة اللي انا عايزاها ديت، خلاص، بحيث ان هي تبقى نفس مساحة الطوق. بعد كده ابتدي افرغ كده، اعمل لها زي شراشيب يعني. من الناحية دي ومن الناحية دي، شغل الخشب من أفضل أنواع الشغل اللي الحياة يعني الحياة يعني بي ايه بنسى أنا بتكلم بشتغل. من أفضل الحاجات اللي أنا بحب أشتغل بيها شغل الخيش. خلاص اجيب دي كده، وبعدين اجيب كلمة ويلكم عليها، ألزقها. بعد كده هجيب كرتونة عزيمة عندي، اي حتة كرتونة، ابتدي اخد اي دايرة، اخد عليها مقاس دايرة كده صغيرة من برا ومن جوه، اقصها وافرغها، افرغها برضو من جوه. من هنا انا هنا قصيت دايرتين كده، اخدهم الزقهم في بعض عشان يعملوا سمك، كده بالمنظر ده. بعد كده اخد الخيط اللي هو دوت، وابتدي الفه حواليها بالشكل ده كده. والف اكمل الراوند بتاع الدايره كلها. هنا كده انا عملت الدايره كلها، عملتها بالخيش. بعد كده كان عندي شويه سنابل القمح دول، خلاص ابتدي ادخلهم كده، شايفين، والزقهم. كده كده بالشكل ده، تمام. والزق برضو من هنا عشان يبقى ثابتين. بالشكل ده عملت انا كده، الشكل ده ثبته كويس. بس بعد كده هجيب كلمة ويلكم اللي انا عملتها، واثبت فيها الدايرة بالشكل ده.
هنا كان عندي شوية لولي لونهم ذهبي بالصدفة يعني، دول طلعوا لي كده، ابتدي ألزقهم فوق من هنا. بالشكل ده كده، وده كده اللي انا عملته. انا ممكن طبعا احطها في مدخل الشقة، على باب الشقة من بره، ودي بيعملوها للعرايس على فكرة، يعني ممكن بحاجات بسيطة جدا جدا العروسة تعملها، مش لازم حد يعملها لها خلاص. وممكن اعلقها في مدخل الشقة من جوه على حسب يعني، في هنا لوجي كمان اهو احطه. بالشكل الجميل ده، حاجة بسيطة وعملت منها شكل حلو جميل كده. عملنا دي وعملنا دي الاتنين، والاتنين ينفعوا لشقة عروسة او انتي بقى دلعي نفسك يعني. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتدعموا القناة. اشوفكم بقى في فيديو جديد، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتدعموا القناة. اشوفكم بقى في فيديو جديد.